تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا هاشتاغ سبورت. نحن معكم في حلقة أسبوعية كل ثلاثاء الثامنة مساء بتوقيت السعودية. نتواصل معكم من خلال حسابنا على تويتر هاشتاغ سبورت ناو. نبدأ الحلقة مع أبرز العناوين. الممر الشرفي في الكلاسيكو يؤرق ريال مدريد ويحفز برشلونة، فهل يحدث؟ من هم أبرز النجوم المهددين بالغياب عن كأس العالم 2018؟ ومع انطلاق سباقات الفورمولا 1، هل من منافس لهاملتون وفيتيل على اللقب؟ ابقوا معنا. أهلا بكم. الحلم الأكبر لدى برشلونة في الوقت الحالي لم يعد سوى الحفاظ على النتائج الإيجابية من أجل ضمان وقوف ريال مدريد في ممر شرفي على ملعب الكامب نو في الكلاسيكو القادم في الجولة 36 من الليغا الإسبانية. يحتاج برشلونة للوصول إلى الكلاسيكو بفارق 9 نقاط أو أكثر عن أتلتيكو مدريد من أجل ضمان وقوف الريال في ممر شرفي، لأن فريق أرنيسو فيلفيردي يتفوق في المواجهات المباشرة على حساب فريق دييغو سيميوني. تشاركني الحوار في هذه الحلقة الصحفية الرياضية لوتس الزغبي. أهلا بك معنا لوتس. نبدأ من هذا الممر المخيف لريال مدريد وطبعا الذي يرغب فيه برشلونة. وفق قانون الاتحاد الإسباني، هل الريال مجبر على هذا الوقوف في الممر الشرفي؟ بالنسبة للممر الشرفي، نحن مثل ما بنعرف أنه هو بلش بعام 1970، هلأ هو عبارة عن تقليد وليس قانون. يعني ما في قانون بنص أنه لازم ينعمل الممر الشرفي، بس مثل ما بنعرف نحن انه هو عرف صار متداول ونعمل 3 مرات بين برشلونه والريال بثلاث اعوام مختلفه، 1988 و91 و2008. فالعرف على مدى سنين بصير يعني له قوه القانون. فهن معتبرين بانه الريال يعني صار انه ما في قانون بنص او بيعاقب الريال او بيحرمه من نقاط اذا هو ما وافق يعمل ممر الشرفي، لانه هو عباره عن احترام للفريق وليس اساءه. يعني رح يكون احترام لبرشلونه للمكان اللي وصل له وليس إساءة لريال مدريد إذا عملته. فأنا على الأرجح أتوقع بأن الريال رح يعمل ممر الشرفي ولكن بتشكيلة بديلة وليس باللاعبين الأساسيين كرونالدو وكراموس. يعني سيجعل التشكيلة البديلة تقوم بذلك، ولكن ليس هناك يعني قانون بالاتحاد الإسباني. ممكن في حال الريال رفضت أنه تعمل ممر الشرفي أن يقوم بعقوبة بسيطة للريال، لأنه يعتبروا أنه أساء لبرشلونة من باب بالروح الرياضية، يعني مثل يفعلوا حالة أنه ما كان عم يتعامل مع الموضوع بروح رياضية. هي الجماهير تطالب الريال بالوقوف لإظهار الروح الرياضية في الملعب، لكن برشلونة في نهاية العام الماضي ومع نهاية مع تتويج ريال مدريد بمونديال الأندية لم يقف في ممر شرفي. طبعا هذا الموضوع رح يكون له تاثير كبير، لانه يعني الريال رح يعتبروا انه هو عمل وجه لنا اهانه وقت اللي ما وقف بممر شرفي. لكن برشلونه وقتها كان السبب اللي برروا انه هو ما قبل يوقف انه هن لما يكونوا في نفس البطوله، يعني عم يطلبوا منه يوقف ممر شرفي وهو هن ببطوله والريال متصدر ببطوله اخرى، فكان هذا المبرر الاساسي. اما هون يعني هن ما رح يغفروا للريال جماهيره، رح يعتبروا انه لا انتم بنفس البطوله وفي فارق نقاط كبير، فبرشلونه هو المتصدر، لازم يكون عندكم روح رياضيه والا انتم رح تسيئوا لكم يعني كفريق. ممكن هاي الصحف ما حترحم الريال اذا في حال رفض ان يقف بالممر الشرفي. ممكن فكره الممر الشرفي هي تكون لها اكبر تاثير على مباراه الكلاسيكو القادمه بين الريال وبرشلونه في الكامب نو. سيكون التركيز طبعا على دوري الابطال للفريقين بالتأكيد. وفي اشراك ممكن التشكيل البديله. هل الريال سيضع دوري الابطال امام عينيه الان على حساب الليغا؟ طبعا اعتقد سيكون هدفه الاساسي هو دوري ابطال اوروبا، لانه الريال في فارق نقاط كثير كبير بينه وبين برشلونه، هو بالمرتبه الثالثه بالدوري، رح يكون صعب عليه انه يوصل لبرشلونه. طبعا ما بننسى انه برشلونه لسه عنده 5 مواجهات كثير صعبه، يعني ما فينا نقول انه انحسم الموضوع، بس الريال حاليا تركيزه على دوري ابطال اوروبا رح يكون بشكل اكبر. اسمحي لي ان نتوقف مع فاصل قصير. مشاهدينا فاصل ونواصل هاشتاغ سبورت، ارجو ان تبقوا معنا. هاشتاغ سبورت، اهلا بكم من جديد. ارحب ايضا بمستمعي اذاعتنا على راديو الان اف ام. لم يتبقى سوى شهرين فقط على اعلان مدربي منتخبات كاس العالم 2018 التي ستقام في روسيا الصيف القادم على قوائم منتخباتهم النهائية الرسمية. هناك شكوك بشأن إمكانية غياب أكثر من لاعب عن البطولة الأبرز في عالم كرة القدم
ربما أبرزهم ديفيد لويس، مانويل نوير وغيرهم من اللاعبين الذين قد يفوتهم قطار مونديال روسيا. لوتس، أرحب بك مجددا في الحلقة. نبدأ مع ألمانيا حاملة اللقب من منتخبات كأس العالم. نوير الذي يتعافى من إصابة ربما يعود، ماريو جوتزا وماركو رويس علامات استفهام كبيرة على مستواهم، هل سنراهم في المونديال؟ رح نبدأ مع نوير. نوير بحسب تقارير صحفية ألمانية أنه بدأ بالتعافي، وأيضا قائد منتخب ألمانيا يواكيم لوف صرح بأن نوير بدأ يتعافى بنسبة 90%، وهو سيعود للعب مع بايرن ميونخ قريبا في أبريل. فبعد تعرضه للإصابة بالقدم من سبتمبر صار في مثل أنه ممكن يلعب ممكن ما يتواجد، بس يواكيم لوف معتمد عليه بشكل أساسي، فلا أعتقد بأنه رح يستثني لو كان هو موجود معهم كاحتياط. اغلب يعني الغالبيه عم بيقولوا للوف انه انت عم بتكون عم تجازف اذا رح تخلي نوير يلعب بعد اصابته اللي انصاب فيها الكبيره، فلازم تستعيد عنه بشتيغن بالاخص بعد المستوى المتميز اللي قدمه مع برشلونه. ولكن نوير عنده خبره باللعب الدولي اكبر، وهو شارك ببطولات اكثر من شتيغن، وعنده قدره ايضا على تحمل الضغوط، ومن المعروف عليه ايضا بانه اذا دخل هدف على المانيا فهو بضل مركز ما بيفقد تركيزه، مشان هيك انه احتماليه لا انه ما رح انه يكون مغادر لكأس العالم، رح يكون موجود معك بكأس العالم هيدا السنه، لن يستغني عنه المدرب. نعم. ماريو كوتزا، ماريو كوتزا هلا صاحب طبعا الهدف التاريخي لالمانيا، وهو كان له فضل بانه ربحه ب 2014، قرر المدرب يستبعده وصرح بانه انا انه هو حكى معه ولم يقدم المستوى المطلوب منه لحتى يشارك تشكيله المانيا في هذا العام، فهو غالبا لن يكون ضمن التشكيله في المنتخب الالماني. وبالنسبه لماركو رويس لاعب بروسيا دورتموند، هلا هو غالبا يعني مسيرته غالبا هو كثير بينصاب، حتى هذا الشيء كان سبب اساسي انه خلى معظم الانديه ما يحبوا يتعاقدوا معه عقد ما بصير بينصاب بتعرض لاصابات. فكمان هو طبعا كان مؤخرا منصاب وغايب عن الملاعب لفتره طويله، مشان هيك كمان فكره انه يكون متواجد ستكون قليله جدا. نعم. فغالبا لن يكون متواجد. تمام. إلى منتخب الأرجنتين، سقطت قائمة من أسماء الأرجنتين، باولو ديبالا، ماركو إيكاردي، ماورو إيكاردي وباستوري، الجميع الآن بات يشكك في سان باولي، هل أصبح الفريق يعني ميسي هو من يضع التشكيلة وليس سان باولي؟ هلا يؤسفني إنه أقول لك نعم، ميسي هو عامل رئيسي بوضع التشكيلة في الأرجنتين، وطبعا أي شخص عاقل يمتلك لاعب كميسي عليه انه يضع خطه لعب الفريق تبعه بناء على ميسي، فميسي هو اكبر من اي تكتيك واكبر من اي مدرب، فبالتاكيد ستكون التشكيله على اساسه. كرمال هيك هل يفقد اللاعبين الثقه يعني في المدرب الان؟ هي صار في انتقادات كثير كبيره من اللاعبين انه نحن عم نلعب كرمال ميسي وليس كرمال الارجنتين كفريق، وكلها وهو التشكيله عم بتصير كلها انه حسب الحريه اللي لازم يعطيها لميسي وليس بحسب كل لاعب وقدراته، عشان هيك لقينا انه هو استغنى عن ايكاردي، عن باستوري، عن ديبالا. كثير من المحللين بيشوفوا انه هذا الكلام مظبوط، يعني صحيح لازم المدرب تحليل. لازم المدرب يعمل هاي الطريقه ويلعب بهاي الطريقه، لانه ميسي هو من سيصنع الفارق. مظبوط، حتى برشلونه اتبعت هذا الموضوع، اعتمدت على انه تظبط تشكيله الفريق على اساس ميسي، لانه من يمتلك ميسي، ميسي هو بالنهايه رح يحقق الربح اكبر من كثير لاعبين موجودين ضمن الفريق. والارجنتين اذا كانت عم تسعى انه تحصل على اللقب فعليه انه على المدرب ان يفكر بهذه الطريقه. كرمال هيك هو استغنى عن اللاعبين وعلى ما اعتقد سيركز على لاعبين اخر سيفتحون المجال لميسي انه يلعب بحريه اكبر. وصار لغط كثير حول ديبالا، انه ديبالا لانه بيلعب هو ميسي بنفس المركز، فديبالا مفروض يكون متواجد كبديل لميسي، لانه مثل ما بنعرف ميسي حاليا منصاب، فممكن بكاس العالم انه كمان يتصاب، اذا تصاب لا يوجد بديل عنه في الملعب. فمشان هيك ديبالا هي كانت غلطه بالنسبه للمدرب بانه يستغني عنه في كاس العالم، يجب ان يكون متواجد كبديل لميسي. نعم. نتحول الى الكالتشيو الايطالي، فقد اشتعل الصراع على لقب الدوري مجددا في ايطاليا، حيث تمكن نابولي من تقليص الفارق مع اليوفنتوس قبل جولات قليله فقط على نهاية الموسم في الكالتشيو، مما يدخل الناديين في منافسة شرسة خلال الأسابيع المقبلة. يعد نابولي الفريق الوحيد الذي تمكن من منافسة يوفنتوس في المواسم الأربع الماضية، لكنه دائما ما كان يخسر اللقب في النهاية، في حين يملك هذه المرة فرصة حقيقية لخطف اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 28 عاما. المباريات المتبقية لنابولي معقدة، ما يجعل اللقب ربما أكثر صعوبة، لكن
خروجه من المنافسات الأخرى الأوروبية ربما يعطيه الفرصة أكبر أمام يوفنتوس الموجود في دوري أبطال أوروبا. تمام. هلا نابولي ويوفنتوس مثل ما بنعرف الفرق بيناتهم نقطتين، هو منه فرق كبير، يعني نابولي بسهوله ممكن يقدر يوصل ويجتاز يوفنتوس، بس نابولي المباريات المتبقيه لديه اصعب من مباريات يوفنتوس، وايضا نابولي غالبا ما بيبدا الدوري وهو يلعب بحماس وقوه اكبر من نهايه الدوري، فبيخسر مباريات من لاقيه بنهايه الدوري مع فرق ما مفروض يخسرها، مفروض يكسب نقط فيها لكن هو بيخسرها، لذلك فرص انه يوفنتوس يربح اكبر من نابولي، لانه يوفنتوس لديه خبره في الدوري وبنعرف انه هو كان حاصل على اللقب في السنين الماضيه لاكثر من مره. يوفنتوس ايضا مثل ما انت حكيت انه نابولي وقف كل البطولات الاخرى وكان تركيزه على الدوري سعيا منه انه انا بدي اربح هذا الدوري، بينما عفوا نابولي يوفنتوس معتاد بانه يلعب باكثر من دوري ويضل بنفس القوه وبنفس التركيز. كمان هناك في عندنا نقطه كثير مهمه، هي موضوع انه التشكيله الاساسيه لنابولي كثير قويه بس لكن لا يوجد لديه بدلاء ولا يستطيع المداوره بين اللاعبين، مشان هيك هو حاول يركز على بطوله واحده، ومشان هيك هذا الموضوع ما بيجي كثير لمصلحته في حال لاعب انصاب، في حال صار في جهد عند اللاعبين، مشان هيك احتماليه انه يوفنتوس يربح هي اعلى من احتماليه نابولي. نعم. الجوله 34 تشهد مباراه بين نابولي ويوفنتوس، يوفنتوس يستضيف نابولي في ملعبه، هل يحسم اللقب في هذه المباراه؟ هل ستكون هي المباراه الحاسمه لمعرفه من سيفوز بالكالتشيو؟ بالتأكيد المباراة اللي حتصير بيناتهم على أرض يوفنتوس سوف تكون حاسمة بين الفريقين، لأنه طبعا من المعروف دائما أنه الفريق اللي بيكون عم يلعب على أرضه بيقدم جهد يعني ليربح أكبر من الفريق اللي بيكون هو مستضيف، وطبعا مثل ما بنعرف إذا دخل نابولي أي جول رح يكون عدد النقاط أكبر، بس أنا بعتقد أنه يوفنتوس رح يلعب بقوة أكبر بحيث أنه يربح بهيدا الجولة على نابولي، فرح تكون طبعا حاسمة هيدا الفرقة هيدا الجولة. نعم، اسمح لي أن أتوقف مع فاصل قصير ونواصل هاشتاك سبورت، أرجو أن تبقوا معنا. هاشتاك سبورت، أهلا بكم من جديد. كشفت مجلة فوربس عن تصدر النجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي قائمة أشهر 10 لاعبين عرب لكرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتاليا القائمة الكاملة مع الزميل مهند حزين. جاء في صدارة ترتيب اللاعبين العرب الأكثر شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة. النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي بمجموع 19 مليون متابع عبر حساباته المختلفة، بينما احتل المرتبة الثانية نجم المنتخب السعودي ولاعب الهلال ياسر القحطاني، وجاء بمجموع 7 ملايين و700 ألف متابع له عبر حساباته الشخصية. وفي المركز الثالث اللاعب المصري محمد النني المحترف ضمن صفوف أرسنال الإنجليزي بمجموع 5 ملايين و900 ألف متابع. في المركز الرابع جاء المصري رمضان صبحي المحترف ضمن صفوف ستوك سيتي الإنجليزي بمجموع 5 ملايين و700 ألف متابع له عبر مواقع التواصل. والجزائري رياض محرز حل في المركز الخامس برصيد 4 ملايين و700 ألف متابع، بينما احتل المركز السادس اللاعب المصري أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش الإنجليزي برصيد 3 ملايين و400 ألف متابع، بينما ذهب المركز السابع للمصري محمود عبد المنعم نجم اتحاد جدة السعودي برصيد 3 ملايين و300 ألف متابع. أرحب مجددا بالصحفية الرياضية لوتس، أهلا بك معنا في البرنامج. صلاح لن يصمد طويلا أمام الإغراءات المالية، هذا ما يراه المحللون، لكن ما الأسباب التي ستدفعه للبقاء بليفربول مع وجود طبعا بعض الأخبار عن رفع ليفربول لعقد صلاح نحو 200 ألف جنيه استرليني في الأسبوع؟ هل يمكن أن يصمد أمام الإغراءات الأخرى خاصة على الواجهة ريال مدريد وأسماء كبيرة من الفرق؟ مزبوط، ريال مدريد وبرشلونة اثنينهم عارضين بدون صلاح. أعتقد أنه صلاح لن يغادر ليفربول على الأقل لموسم أو موسمين قادمين. صلاح بيعرف تماما بأنه الاستقرار هو عامل رئيسي بالنجاح، وصلاح هو النجم الأول والهداف الأول في الدوري الإنجليزي، وهذا الشيء أكيد هو حاسس بسعادة فيه، فما رح يتخلى عنه، خاصة بعد ما أنه الجماهير كتير عم يشجعوه لصلاح وعم يقدموا له حب، وشفنا آخر مرة الأغنية اللي كانوا عم يغنوا له إياها كتشجيع منهم. بالإضافة لرفع ليفربول ل 230 ألف يورو أسبوعيا لصلاح،
فهيدي الامور كلها رح يدرسها، وعلى ما اعتقد بانه رح يضل يختار البقاء ضمن ليفربول لانه هو ملاقي حاله ضمن هذا الفريق وعم يحقق نجوميه. لا اعتقد بانه رح يضل فيها نفسه اذا انتقل لريال مدريد. يعني ممكن يحقق النجوميه بس لكن ما رح يحقق اي القاب مع اي ليفربول. القاب كهداف خاصه اذا تواجد مع رونالدو او مع ميسي ضمن انديتهم، يعني عدم وصول ليفربول لاي لقب، لا دوري انجليزي لا دوري اوروبي ربما، ولا حتى دوري ولا تشامبيونز ليج. هل هذا سيؤثر على فرص صلاح في نيل الجوائز العالمية كالكرة الذهبية مثلا؟ طبعا سيؤثر إذا في حال انتقل من ليفربول، لأنه أنت وقت اللي بتكون مثل ما بيقولوا عم تلعب بالملعب لوحدك، لا يوجد منافسين لإلك كرونالدو وكميسي، فبالطبع سوف تستطيع تحقيق ألقاب أكبر من في حال انتقلت إلى فريق لديك منافسين قويين. نعم، في الدوري الإسباني يعني ككل، ليس فقط ضمن النادي الذي سينتقل إليه. اللاعب عمر السومة هل يملك ما يكفي للتألق في الملاعب الأوروبية، وما العروض التي من الممكن أن يحصل عليها؟ عمر سومة هو مهاجم من نادي الأهلي السعودي، كما يلقب بزلاتان الكرة العربية حاليا، هو من أبرز الهدافين في الوطن العربي، فلديه كثير من المؤهلات، هو شخص متميز لديه مؤهلات كثير كبيرة بأنه ينتقل للملاعب الأوروبية، وتم العرض عليه بعام 2012 ينتقل توتنهام الانجليزي، ولكنه فشل وقتها بالحصول على تصريح بانجلترا. حاليا هو لديه من المؤهلات ما يكفي لكي ينتقل، ولكن يعني هناك شغلتين ممكن ما فينا نعتبرهم اساسيات رح يكونوا ضد انه انتقاله. اول شيء عمره، هو عمره 29 سنه، فلا اعتقد بانه الانديه الاوروبيه رح تفضل انها تتعاقد مع لاعب بهيدا العمر حاليا، الا اذا كان عنده مدير اعمال كثير قوي قدر يعني يروج له ويساعد بهذا الموضوع. بالإضافة للكاريزما المتواجدة عنده، هو شخص خجول، شخص ما بحسه أنه هو عم يسعى لحتى يعني يطور من نفسه أكثر من أنه يضل ضمن الملاعب العربية، أنه مكتفي أنه أنا أوكي بطل ضمن الوطن العربي. ولا أعرف لماذا معظم اللاعبين العرب دائما أنه بس يحقق نجومية ضمن الوطن العربي ما بيسعوا ممكن انتظار الفرصة المناسبة للانتقال إلى نادي آخر في أوروبا. موضوع آخر، نشرت صحيفة كيكر الألمانية تقريرا يفيد بأكثر 10 نوادي في العالم دفعا للرواتب للاعبيها حول العالم. يتصدر المشهد فرق كبيرة مثل برشلونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، مانشستر سيتي، تشيلسي. إليكم ترتيب الفرق من الأقل، وانتهاء بأعلى فريق يمنح الرواتب للاعبيه في العالم حاليا. انطلق الموسم الجديد لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات بجائزة أستراليا الكبرى، يتكون من 21 سباق ليعادل الرقم القياسي للسباقات في موسم واحد. وما يزال البريطاني لويس هاملتون المرشح الأول للدفاع عن لقبه، كما أنها ستكون المرة الأولى التي يتنافس فيها سائقان يملك كل منهما 4 ألقاب وجها لوجه. ربما سيكون سيباستيان فيتيل قريبا للغاية من هاملتون بعد عقد من الزمن من حصد فريقه للقب سائقين لآخر مرة. لوتس، هل ينجح فيتيل بكسر سطوة هاملتون هذا الموسم، خاصة مع البداية القوية التي شهدها سباق أستراليا؟ طبعا البداية القوية اللي شهدها وربحه بالجولة الأولى رح تكون فرصة كتير كبيرة له، حتى دافع قوي له بأنه يحقق الربح فيما بعد.
فرص فيتال حاليا هذا الموسم بعد ما فيراري انه اشتغلت فينا نقول اكثر على السياره لحتى تنافس مرسيدس اللي ما فينا ننافسها مرسيدس الموسم الماضي. فيتال كان سبب من اسباب انه هو خسر موضوع الحوادث الكثيره التي تعرض لها. مرسيدس عندها سرعه بقدره تدارك الاخطاء اللي بتصير بالسياره اكبر من فيراري، لكن فيراري هيدا الموسم او في هيدا البطوله عم يشتغل على انسيابيه السياره بشكل اكبر، عرض العجلات، نظام التبريد، فهو عم يحاول يطور من السياره بحيث ينافس مرسيدس. مشان هيك فينا نقول انه من بعد الربح اللي فازوا في تيل مؤخرا عنده فرص صار اكبر بانه يربح على هاملتون منافسه. يعني في الجوله الاولى تمكن الفريق التقني من تجاوز اخطاء فينا نقول كان قد تعرض لها في السابق. تمام، وايضا يعني ما تسبب بخساره هاملتون للجوله الاولى في استراليا كان الاخطاء الفنيه في تبديل عجلات السياره وسرعة تدارك الأخطاء أيضا، يا سرعة تدارك الأخطاء وقعت فيها مرسيدس في الجولة الأولى وهذا كان سبب رئيسي لخسارة هاملتون. نعم. الصحفية الرياضية لوتس الزغبي أشكرك جزيلا على وجودك معنا في هاشتاغ سبورت لهذا الأسبوع. مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من هاشتاغ سبورت، موعدنا يتجدد في ذات الموعد الأسبوع المقبل، حتى ذلك الحين هذه تحية معد البرنامج مهند حزين وفريق العمل، شكرا لكم وإلى اللقاء.